بلاي هي اللي تخرج عليه. جيزي سبحان الله الراس هذا يقولوا لها الديناصور او زعما راني بانسي فيها كيفاش تسخنهم من الباب حيكونوا جابوه بلا مونطي باينه يا انسبكتور نوض انا يتعيني وكان هنا من بكري اما انا وكل كواه بناو عليه حلميزي انسبكتور الطاهر مسك لي زفيرات نتاع كتيلات ولي زفيرات نتاع الشركات ولي زفيرات نتاع لي مينور البور التاكسيات الفوربيات والكريكونوميكوسي وانا المعين تاعو تا ما نعرفوش بالكل مزيان جيتو مصباح وانا نستنى فيكم ايه الو ديش كوسركولك سرقوا طابلو يا انسبكتور او العساس وين كان كان هنا بصح ما غادي يدير والو تقدر تعيط له نهضروا معاه انا كنت في البوست تاعي نعس كالعاده سمعت حس تاع الزجاج تكسر ديت سلاحي واللومبا تاعي وطلعت نشوف ايه الو ديش كولكيت دخلت للصاله ما لقيتش الطابلو وتاقه مكسره انا قلت سير دخلوا منها عود انت شفتهم اكلتهم ما شفتهمش كي طليت من الطاقه جاو مورايا وضربوني بحطبه للراس صرعوني وكيفاش داير هاد الطابلو اللي سرقوه عود انت حصلت فيها عود باينه او الكادر نتاع الموراليزا او تاولي تجوري سرقوه لا لا الكادر تاع امير عبد القادر في 300 متر على 3 هو الغالي عندنا هنا شفت ولازم تعلم يا انسبكتور باللي الطابلو تاع الموناليزا راهو في باريس عود انت وصي تعلم او لو كان زيد تحل فما كان نقول لك حل كلمه كتراسك هاو تمدلنا حال الحطبه اللي ضربوك بها وتمدوا لي زومبرانت نتاعهم واش من الحطبه داوا معاهم كي راحوا شوف الزجاج في الارض يا انسبكتور هادي فيها انا سي نورمال هاو تلك الزجاج هاو تكسر وتساكا تشكو حبيت تلك هيا الو لا لا يا انسبكتور الزجاج على برا حب يقول ما دخلوش من الطاقه الو راه تخرجوا منها خرجوا منها ما شكيتش يا انسبكتور طابلو كبير على الطاقه كيفاش تجوزوه او انت الديناصور والكيتو كيفاش تدخلوه وراك حاصل في حل كازر كيفاش خرجوه راني فهمت يا انسبكتور عرفت شكون سرق الطابلو او انا يا تي عرفتها كي دخلنا بصح عاود تقول لي باش نشوف كي ذا كافز ولا ما كافش بلاي هي اللي تخرج عليه جيزي.